هناك بعض الأمور المكروهة للمجنب، هذه غير الأشياء الحرام على المجنب، مكروهات، مكروهات الأفضل يتجنبها، مو حرام يعني بس مكروهة. وراح أذكر اثنين إن شاء الله في هذا المقطع. الأمر الأول النوم، النوم مكروه للمجنب. الأمر الثاني الأكل، الأكل والشرب مكروه للمجنب. أولا نجي إلى النوم. شخص مثلا قارب زوجته، صار بينه وبين زوجته مقاربة وصار مجنب، فقال أنا الحين تعبان والله ما بيني شد أقوم مثلا أغتسل، ودي أحط راسي وأنام. نقول له هذه النومة مكروهة، النوم للمجنب مكروه، أنت قاعد تسوي عمل مكروه، تنام وأنت مجنب. أو مثلا مثال ثاني، شخص قام من النوم بالليل شاف نفسه محتلم، أجلكم الله محتلم، فطبعا هذا الاحتلام نوع من الجنابة أيضا، فقال أحط راسي وأنام أكمل نومتي بعدين أغتسل، مكروه، مكروه، أنت قاعد ترجع تنام وأنت تدري بنفسك مجنب، فالنوم على الجنابة فيه كراهة. لكن السؤال هنا أخوتي، هل هناك طريقة في الشرع تزيل كراهة النوم على الجنابة؟ نعم هناك طريقة، بل طريقتان، يعني حتى أوضح الفكرة. ممكن واحد يسأل يقول أنا ما ودي أسوي المكروه بصراحة، ما أريد أنام وأنا مجنب وأعمل المكروه، بس نفس الوقت ما بيني شد أغتسل الحين بعدين أريد أغتسل، شو أسوي، شنو الحل؟ عندك طريقتين، الطريقة الأولى الوضوء، الطريقة الثانية التيمم، يعني قوم توضأ، فإذا توضأت تقدر تحط راسك وتنام تزول الكراهة. الطريقة الثانية التيمم، تيمم عندك مثلا كيس تراب أو بعض الناس صوب الشباك الدريشة مثلا أكو حجر، حجر طبيعي يكون أرض يعني صالحة للتيمم، وخلنا نقول عليها شوية غبار من باب الاحتياط، يقوم يضرب ضربة ويتيمم، عرفت شلون؟ فإذا تيمم زالت كراهة النوم. لكن هنا سؤال ممكن يتبادر إلى أذهانكم الكريمة، سؤال مهم، أن هذا الوضوء أو هذا التيمم هل يزيل حدث الجنابة عن الإنسان؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا الشخص يبقى مجنب، هو أولها وتاليها راح يغتسل، يعني هذا الوضوء أو هذا التيمم ما يخليه مو مجنب، لا هو مجنب، وما يجوز يقوم مثلا يصلي ويمس كتابة القرآن الكريم وغيرها من الأمور، هو مو على طهارة، لا يزال على حدث الجنابة. لكن غاية الأمر أن هذا الوضوء أو هذا التيمم أزال كراهة النوم فقط، يعني تأثيره فقط يزيل كراهة النوم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مكروه للمجنب هو الأكل والشرب، المجنب مكروه يأكل.